صمد الخامس يوم على التوالي، وقد سبق ان احنا تقدمنا مذكره لنقيب الصحفيين ووكيل عام النقابه من اجل فتح هذا المكان اللي احتصم فيه. الكلام ده من حوالي 10 ايام، ولكنهم رفضوا هذه المذكره، مما لجأنا الى ان احنا استخدم اعتصامنا لننتزع حقنا، ودخلنا داخل القاعة واعتصمنا. احنا 12 جريدة حزبية، من جريدة الجيل، الغد، الاحرار، العربي، افاق عربية، الحقيقة. احنا بس الموضوع الجرايد دي واقفة بقالها اكتر من حوالي، يعني في اللي واقف من 10 سنين لخمس سنين، وكلهم صحفيين اكفاء، كانوا رؤساء تحرير ومديرين تحرير. تم قطع رواتب هؤلاء الصحفيين، لم يحصلوا على رواتب منذ هذا التاريخ، ولم يحصلوا حتى التأمينات الاجتماعية تم غلقها، ولم يتم سداد التأمينات الاجتماعية. اعتصمنا في مجلس الشورى قبل كده، مجلس الشعب، بل أنا ذات نفسي أنا اعتصمت داخل القصر الجمهوري أيام حكم محمد مرسي في قصر الاتحادية، وأخيرا أمام في مجلس الشعب قبل ثورة 30 يونيو. والآن نستكمل المسيرة بتاعتنا، ولن نغادر هذه القاعة إلا بعد أن نتساوى بزملائنا الصحفيين والصحفيات الذين تم تعيينهم بالشركة القومية للتوزيع. احنا كنا عاملين وقفة امبارح، طبعا نتيجة هذا الاعتصام، وسبب هذا الاعتصام أصدر مجلس النقابة بالتمرير وليس كمجتمعين بالتليفون قرار بإحالتنا إلى التحقيق والتحقيق النقابي. وتم التحقيق معنا أمس بتهمة إن إحنا معتصمين، وإن إحنا اقتحمنا هذه القاعة بقوة واعتصمنا فيها. إحنا تقدمنا مذكرة قبل كده، ولكنهم لم يوافقوا على هذا الاعتصام. الاعتصام شيء مشروع، والإضراب شيء مشروع، ولن يثني عليه أحد، سواء كان نقيب الصحفيين أو سكرتير عام النقابة.